السؤال: هل الطوفان كان في الأرض التي يوجد فيها نوح أم كان على العالم كله؟ هو كتب بيقول الطوفان غطى الجبال العالية أيضا، فإذا كان غطى الجبال العالية يبقى شوفوا هيكون على مستوى إيه؟ يعني هل في بلاد أخرى أعلى من الجبال العالية بحيث لم يدركها الطوفان؟ ويريد غطى الجبال عليه وبس وطلع فوقها بشوية برضه. كمان في قصة الطوفان بيقول ربنا أهلك كل حي على الأرض، فإذا كان منطقة نوح بس هي اللي أدركها الطوفان يبقى في ناس أحياء في مناطق أخرى، وده ضد تعليم الكتاب. مفروض الطوفان غطى الكل.